صباح الخير عليكم البنات، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو هذا تكونوا في احسن الاحوال، ضاحكين نشطانين نسنكسن كيف ما العاده. اش اختي هبط ندير يا اختي في شنقو؟ ماشي المزرعه، ماشي الفيرما، ويلي راه الروينه هنايا هاد البورديل هذا. شنو غادي ندير اليوم؟ اش غادي دير يا كوثر اختي اليوم؟ الشموشات بديت تزبان ديال المانطات، دابا جا وقت، جا وقت الزريبيات. خاصني اخوتي ضروري نمشي نصبن هنايا الزرابي، دونك لقيت فين غادي نصبنهم. غادي نمشي نصبنهم في دار اختي هكاك، كاين اتساع، كاين جرده، غادي نضرب لهم واحد الحكه تما فعلى تاركه. المانطات باقي تمشهم البارح وباقي اليوم عاوتاني الصباح، صباح الشمس، دونك بروفيتي بروفيتي واخوتي، ما حد كاينه هاد الشميشه هادي، راه شهر 10 قرب يدخل. دابا انا كيجيب لي الله شهر 9 هو غادي هنايا. هو عبد الرحيم، صباح الخير عبد الرحيم. صباح الخير. كي صبحتي؟ كاين شي فطور، كاين شي ملاوي، كاين شي حرشات؟ دابا اش بان لك في هاد الكراج هذا نفتحوا فيه؟ فتحوا فيه محل ديال الحرشه، اش بان لك؟ انا بالي محل ديال مسمى تسن. ايوا راه المسمن راه تابع للحرشه المزابي. هو عبد الرحيم كيشارجي هنايا هادو جوج زرابي، دونك انا عندي اربعه ديال الزرابي، عندي جوج صغار وجوج كبار. انا فمي باقي فيه القهوه، شربت غير قهوه كحله انا وعبد الرحيم وهبطنا، حيت دابا شي 9 دولار الوليدات مشاو للمدرسه، دونك نبروفيتيو اليوم الثلاث، وخاصني عندي الخدمه ديالي اليوم، دونك خاصني نفوق. الوليدات صافي حبس لهم لاكونتين، غادي يجيو يتغداو، دونك خاصني انا مع 11 نكون مكمله هنا الزرابي. دونك قلنا نصبنو جوج، نحيدو بعداك جوج، وجوج الاخرين حتى السيمانه اخرى. علاش؟ حيت الوقت اخوتي ما بقاش ليا بالمعقول. صافي هنايا شارجينا في الطوموبيل ديال عبد الرحيم، راه كيشارجي هنا الزريبيات. نمشيو نضربو ليهم واحد الحكه فعلى تركه، هانتوما شارجاهم هنايا. صافي داز هو للمكازا، مشينا تسد الكراج، تسد هذا نسدو. صافي سدو صافي، قلت لكم مشينا سبقنا من المكازا هو الاول، بحق ما انا ما دخلتش معاه، لابسه هنايا البيجاما، جاب هنايا التيد وهذا التخربيق اللي غادي نحكو به. صافي نمشيو، ويلي شوف فين جاتني. نمشيو اخوتي نحيدوهم علينا دغيا، حيت الصراحه كانوا توسخوا توسخوا، والجوج الاخرين غادي نخليهم بعداك بعداك، نسبق الجوج هادو حيت غادي يجي البرد وضروري خاصني نفرش. اش كاين؟ مهمتي. صافي هادشي اللي كاين اخوتي، ها هما الزرابيات كيف شارجيناهم هنايا. كتجي الدار قرعه صراحه بلا زرابي، هي النهار اللي كتحيديهم كتجيك الدار كبيره كبيره، عرفتي كتمرحي. ولكن راه دابا كثر من شهرين زاد ولا 3 شهور وانا محيداهم، دونك ضروري دابا خاصهم يتسبنوا. الحال سخون، الحال سخون اليوم، سخون كتقولوا سي فالابين. البارح الحال طايب، واليوم زعما غير عبد الرحيم ديال التصبان. حنا العرب كنشوفوا الشمس ما كنقولوش خاصنا نخرجوا، فكرتي التصبان؟ ما فكرتينا في لابيسين لا البحر، لا جيت سفيره لا الصابون، والله العظيم جفاف والو. حنا هادشي باش كاين الصابون والجفاف. صافي كتبان لينا الشمس، فاش كتبان لينا نوضوا نخملوا الصالات ونصبنوا، مي لما تصبنوش دابا في هاد اليومين اللي كاين الشمس كتخاف تجي الشتا من بعد. شي البارح بروفيتينا بعداك في المناط هادوك الغلاط داك الثلاثة، يعني راهم باقين عندي حطاهم الشمس تبارك الله. هادشي اللي كاين اخوتي، نوصلو معاكم ونشاركو معاكم ونبارطاجيو معاكم كلشي ان شاء الله. هنا البنات هو عبد الرحيم كيصاوب لي هنايا في تيوات، حيت هنايا اختي حافره البير في الدار ديالها. شي تبارك الله الدار ملي كتكون هكاك بجريده يعني كتهناي الشجيرات ديال الكرام. غادي نوريكم مطيشه ودنيجلات. صافي هنايا في هاد البلاصه هادي حنايا استفناهم. يلا عبد الرحيم عمرهم بعدك بالماء، هانتوما شوفوا كانوا هاللون ديالهم، شوفوا الفرق هنا، شوفوا الفرق هنا بين الكحوله ديال هنا وديال هنا. ولكن نتوما اخوتي عارفين يعني مع الوليدات راه لا اله الا الله محمد رسول الله، كيطلعوا بصبابط الزرابي بالخصوص اللي كيكونوا في هذا اللون هذا، صراحه ما خاصهمش يكونوا في الدار صراحه. شوفوا الفرق. شوفوا الكحوله تما هنايا، وهاد الجهه هذه هي اللي كانت الفوق من جهه السدادر، الجهه الفوقانيه، دونك ما كتوسخش بحال الجهه هذه التحتانيه. صافي هنايا غادي نعمروهم بالماء مزيان، وغادي نرش عليهم التيت. صافي راه الماتريال هنايا، جبت جاديد نرش عليهم شويه ديال جاديد. هنا الشطابه وداك التخربيق هو راه غادي ندوز عليه. هو عبد الرحيم يعمر لي البنات، سي عمرهم مزيان
داكشي الماء الماد البير ملي كتكون حفر البير في الدار يعني كتسهل لك على هاد المواقف هادو. صافي دابا غادي يعمرهم بالماء الروشتيد تتعمرهم عاد الروشتيد تتعمرهم عاد الروشتيد يلا انا جايه هنا البنات. صافي كنا كملناهم بالحكان هنايا حكيناهم جوج بيهم الصراحه خرجوا كيشعلوا باقي لحد الان راهم كيتشمشوا هنايا يعني ما كانش عندي الوقت باش ندير حتى جوج زرابي الاخرين يعني نصبنهم مره اخرى كان عندي الصراحه نجيب ربعه ولكن كان تابعني الوليدات خاصني نطيب لهم الغداء خاصهم يجيو من المدرسه مع 12 يتغداو ونرجعوهم كان خاصني نمشي نخدم دونك ما كانش عندي الوقت خليتهم المره اخرى بعدك اللهم جوج يتصبنوا ولا يبقاو بربعه بهم مسخين. هاد الزرابي البنات كنتو كتسولوا عليهم كوثر منين خديتيهم انا خديتهم من البونكو هاد الزرابي هادو السيده التركيه اللي خديت من عندها الثلاجه والماكينه ديال الماعن وهذا والطبله والكراسه ديالها ديال سلامون جي والريدو اللي حدا البالكون والطبله اللي فوق منها التلفاز هذاك الموبل الابيض بيت الناس يعني ربي سهل لي فواحد السيده يعني خديت عندها كل شيء ثمن يعني جد مناسب اللي كيبغي حوايجات بحال هكا قلبوا في البونكوان بالخصوص التواركه كيكونوا كيحطوا حوايجهم واعرين وجداد. هاد الزرابي البنات خديتهم بالميكا ديالهم خديت ربعه ديال الزرابي وطابيه كبيره ديال الكولوار الكولوار عمرني استعملتها حيت الدار اللي جيت انا نسكن فيها ما لقيتش فيها زعما كولوار كبير باقا هذيك في الميكا ديالي عندي مروليه ومحطوطه ما استعملتهاش دونك كاينه جوج ديال الزرابي كبار وجوج ديال الزرابي صغار وطابيه ديال الكولوار خديتهم ب 20000 ريال ب 20000 ريال جدادين كنقول لكم بالميكا ديالهم كتحلف فيا قالت لك فرشاتهم مره واحده وجمعاتهم في الميكا ديالهم كتعرفوا شنو جداد جدادين والحوايج الصراحه اللي خديت من عندها كلهم واعرين لم بيت النعاس لم سالامونجي ربي سهل لي فيها حيت هما كلكم كتعرفوا في الاول ما كانش عندي بقيت كنقلب بشويه بشويه تطيحني ربي في هذه السيده هذه. هنا صافي كملنا بالحكان نشرنا وحده بقات لينا وحده تتقطر لينا بالماء مزيان شوفوا تبارك الله الكرم كي داير هنايا كريمسات هنايا بالحق باقين صغارين راهما باقين صغار هنا عاوتاني كريمسات تجريدات في الدار علاش باش مزيانين هانتوما هنا النعناع هانتوما شجيرات تبارك الله هنايا كانت القرعه
القرعة كورجيت هنايا كانت، شوفوا هاد البلاصة كلها كانت هنايا قريعة، تبارك الله راه اختي عنده مع هاد الشيء هذا الله يعطيه صحيحته. هنا شوفوا القرعة الرطيلية، شوفوا القرعة تبارك الله اش كتدفين هنا مطيشة. هنتا هنا كانت القرعة بالحق هنايا سالات القرعة تبارك الله كلينة فيها. هنايا مطيشة ومطيشة، هنايا عاوتاني مطيشة. شي كيدير خضيرة هنايا غير في الجردة في دارو تبارك الله كتطلع ليه علم زوينات. هنا مطيشة اللي شاركت معاكم داك النهار راه ديال هاد الجريدة هادي جبتيها من عبد الرحيم. شوف السلاوي، شوفوا السلاوي تبارك الله، شوفوا واحد السلاوية اللهم صل عليك رسول الله تبارك الله. شوفوا السلاوية، شوفوا كبيرة السلاوية، شوفوا هادي، شوفوا عبد الرحيم هادي شحال فيها، شوف تبارك الله ما بقاتش تكالات، ما تكالش هادي ما تحيداتش. هادي دابا كيخليهم الحاج كيديرهم زريعة، كيخليهم يديرهم زريعة دابا اللي وجدات كيحيدوها كتكال. هادي مازال صغيرة، هاديك باقا صغيرة في ميرة هنايا، ومازال كاين مازال كاين باقي كاينوت. كاينة هنا شي سلاوية، الكورجيت ما بقاتش راه وريتها له، دير مطيشة هنايا الحاج. الجردة ديالك مشات اسي الحاج، الجردة ديالك مشات صافي، ما بقاتش مطيشة تما، عندو في الجهة أخرى نخلصو ديال الدجاج. جينا نتسوقو صافي، هنايا ما بقاتش مطيشة حيت قلعها كاملة. دابا هذاك الشيء اللي كيطيب هانتوما راه كيحيدو هادشي كامل تبارك الله. مطيشة هنايا تبارك الله، داك الشجرة كدير واحد البرقوق، داك الزويتني داك البرقوق الكحل غزالة واعر. هنايا كانت لين قاصة، يعني هنا راجل اختي تبارك الله مسكسف على الجريدة، كياكلو خضيرة طبيعية هنايا، كيدير كلشي لراسو، دنجال فلفلة هذا السلاوي القرعة مطيشة كلشي تبارك الله كيديرو. شوفوا هنايا، شوف الجهة الأخرى عبد الرحيم، لقيتي قريعات؟ ضروري شوف وريهم قريعة، بلاتي نقلب راه الله لقيتي رشوش. المهم باش نصبو الطويجين مع باش نقادو الطويجين ديالنا وصافي. باقي جديد بيوت. يلا خشي هنايا بلاتي نشوف واش أنا كنتقدى الحاج والحاج والعجاج والحاج زردة في حمار الله الحاج. هنا شي سلاوية ما كايناش طيبة عبد الرحيم، غير شي سلاوية وحيدة شاهينا ها. اجي هنا شوف، هنا شي سلاوية كتجي عرفتي مع اللحم. لا ما كاينش، لا كاينة هذيك كبارين، لا بزاف كبيرة هذيك بزاف، لا ما كاينش حيت اللي وجدت كيحيدوها كياكلوها. كيجيو الناس تبارك الله هنا حال الجردة، كيجيو الناس كياخذوا خاص اللي جا غيقضي الغرض. يلا يلا نمشيو جهة أخرى. هنا البنات هذا اللور ديال الجردة حتى هو تبارك الله. هنايا راجل اختي داير التتيخات، شوفوا هنايا البطيخ، هنايا مطيشة عاوتاني داير هنايا مطيشة، وداير هنايا الدنجال. هذي مطيشات انا جيت نتقدى هنا من السويقة ديال الحاج. هنايا تبارك الله داير هانتوما الدنجال، شوفوا الدنجال تبارك الله اللهم صل عليك رسول الله، داير هنايا الكرافس وقزبور ومعدنوس. كتعرفوا الناس ديال لاغوتخيت يعني تبارك الله شحال هادي هو واخد لاغوتخيت ديالو، دونك كيلاهي نفسه في هاد الجريدات، وكيلقاه هو نفسه في الجردة، كتعجبو هو الجردة بزاف بزاف بزاف، كيعجبو يخدمها، كيعجبو ياكل خضيرة هكا طبيعية. فلفلات سالات واقيلة راه كاينة فلفلات، شوفو الدنيجيلات هانتوما، شوفو الدنجال تبارك الله هذا كامل دنجال، وداير هنايا فلفله، فلفله كاينه هذه فلفله ديال القليان، فلفله ديال الطياب صافي. الحاجه اللي كتوجد كياخذوها كياكلوها يعني ما كيشريوش الخضره. وداير هنا المزاود حارين، راهو المزاود حارين هما اللي فتيهم راه اييه هما المزاود حارين. شوف هادو مزيودات حارين حارين حارين، وهذه فليفله حتى هي كيف ما قلت لكم، الفلفله هذه كامله قلتها لهم، هذه كامله فليفله. دابا ملي كتوجد كيجيو الناس كياخذوا فهمتيني، موتا ليهم هما للدار. ها نتوما شوفوا هز الدنجال تبارك الله، شو الدنجال هيا عاوتاني كنحيدوها بيضا، حيد واحد جوج دنيجيلات يلا باش نصبوا الغديوه ديالنا.
الحار شي الحار هذا هو اللي حار بزاف هذا. وريتهم المزيودات هنا البنات. صافي ها هي الثانيه حتى هي نشرناها، حيت نشرنا الاولى حيت صغيره وحطيناها توقف هي الاولى، والثانيه كانت عامره بالماء، بقينا واقفين حتى هبطوا منا شويه الماء. صافي نشرناهم هنايا في الدربوز هكا. هنا الشمس شوفوا هاد الجهه دابا عاد ولات الشمس فك الله، جينا الصباح بكري صبنا هاد البلاصه دابا اللي كنا كنصبنوا فيها، شوفوا دابا شحال ضربه فيها ديال الشمس. صافي هنايا دابا غادي نمشي في حالي باش نطيبوا الغديوه ديالنا ونوجدوا الغداء الاسلام والوجعين. هنا صافي ما جات ضرب العشرة ونص، صافي تاكت مكمله كلشي، جيت حالي للدار الحداش الاربع انا في داري كان هذا كنرد الغداء ديالي. كتجبد الدجاج وكتجبد الكفته وجبد لهم هما الاسلام والوجين ستر ديال الدجاج، حيت اسلام قال لي ماما ديري لنا الطاكوس، حيت هذا اول نهار ديالهم غادي ياكلوا عندي هنا في الدار، يعني حبست لهم لا كونتين. ولادي نهار اللي يدخلوا المدرسه هما ديما كياكلوا في لا كونتين، دونك هاد العام حبستهم حيت انا كنكون في هاد الوقيته هادي باهم كيكون، يعني قلت ما كاين لاش يبقاو ياكلوا في المدرسه، اللهم نجيبوهم ياكلوا هنايا في الدار. حنا انا وعبد الرحيم غادي نصاوبوا هنا الغداء ديالنا، هما غنديروا لهم سمحوا لي حيت خصكم عيانه في هاد اللحظه اللي كندير لكم فيها المونتاج، غادي نديروا الغداء ديالنا. صافي خديت هنايا الدجاج، غادي نديرو باللوبيا خضراء والبطاطا. الناس كيجيو واعر فهاد الوقيته هادي كنضربت يدي، جرحت يدي ديما كنجرح يدي بالموس تبارك الله، داك الماس ماضيين ديال المغرب. صافي هنايا قردت بصله وقردت ربيع، هنا كنت قليت الفريت هو الاول باش يبرد، شحرت هنايا الدجاج والكفته، درت لهم الطاكوس بالدجاج والكفته، جاو واعره البنات الطاكوس. صافي هنايا دست كندير العطر، يعني يدي هنا ويدي هنايا، وخاصني عبد الرحيم يمشي يجيب اسلام وانا نمشي نجيب لوجين، يعني كنا كنتحاربوا كتعرفوا شنو كنتحاربوا وكنضربوا مع الوقت هو هذاك. اي واش غادي نديرو، هذه هي الغربه خوتي، ما كاين غير جري عليا نجري عليك، هذه هي الضريبه اللي كنخلصوا. كنتي خدامه ولا خداش جرا ودايره عاوتاني الفران كيسخن، وكنطيب هنايا الكعب غزال، يعني خاصني 10 ديال اليدين، انت يد خاصني نطيب الدجاج، يد خاصني نعمر الطاكوس، ويد خاصني نطيب هنايا الكعب غزال. واش غادي نديرو كيف ما قلت لكم، هذه هي الضريبه ديال الغربه خوتي. هنا الدجاج ديالي سد عليه، العطريه راه غير سكينجبير والخرقوم وشويه ديال البزار، العطريه اللي كنطيبوا بها كامله، وسديت عليه غير شويه باش غادي نزود عليه اللوبيا الخضراء اللي كنجيبها من لوكلير واعره. بالنسبه لبنات الخبز ديال الطاكوس راه غير كنجيبو كنخشيه في الكونجيلاتور، دابا جبدته من الكونجيلاتور غادي نخدم بالكميه اللي غادي نخدم بها خمسة ولا ستة ديال الطاكوسات، والشي الاخر كنرجعو للكونجيلاتور. حيت واحد السيده كانت قالت لي كوثر انا راه درتو وما صدقش ليا في الكونجيلاتور، اختي انا كي كنجيب بكيه كنخشيها، لقيتها ملي كنبغي نجبد كنجبدها واحد ساعات دي كونجلا، وكناخذ منها 4 5 ديال الطاكوسات عاوتاني كنرجعها للكونجيلاتور وما كيوقع عليها والو. هنا كنعيني على الفران وصافي، كندهز هنايا بصوص ساموغاي، كندير لهم صوص ساموغاي كتجي حريوره وكتجي بنينه، كندير الفريت هو الاول، درته انا هنايا درتو الطاكوس بالكفته والدجاج والفرماج، الطاكوس ديال الوليدات هكا، يعني حسن ما تشري لهم الزنقه حويجه ديال الدار، وعمرتو لهم النيت مزيان بالدجاج والكفته والبصيله والعطيريه ديال الشاورما، المهم كيجي طاكوس واعر. صافي هنا كندير لهم فرماج كاريات، ويدي كان كيضرني هنايا ولكن اش غادي نديرو، جري عليا نجري عليك. صافي لويت لهم هنا الطاكوسات ودرتهم لهم يطيبوا، باش ملي مشيت نجيبهم كانوا الطاكوسات بردو، يعني باش ما نضيعش الوقت، حيت عندهم غير ساعه ما كاملاش باش يجيو يتغداو، وخاصهم عاوتاني خاصهم يرجعوا. هنايا الكعبه صافي كانت طابت ليا حيدتها. هنا صافي البنات من بعد ما طاب ليا الدجاج نص طيبه ماشي طاب، راه ضفت عليه شويه ديال اللوبيا خضراء وشويه ديال البطاطا، المهم مريقه مغربيه ديالنا، جاو الوليدات وجات لهم الطاكوس صيفطتهم، دابا حنا غندوزو نتغداو، يعني هنايا كل واحد والنوبه ديالو. من نهار صراحه هاز مشارجي بزاف، والمشكل ان خاصني نمشي نخدم، نمشي دابا نتكى شويه باش نمشي اخوتي نخدم. مريقه البنات ما عرفتش على اللوبيا، هذه اللوبيا اللي كنشريها البنات من اوشو، واعره واعره واعره. هنا صافي درت معها الطيطه كما قلت لكم، هادي مثلا المتواضعة، الوليدات كلاو غير الطاكوس، حتى الطاكوس جا واعر جا بنين. نهار بعداك حيدنا علينا داك الزرابي، أنا عرفتي والله إلا مبرز طيني في المخ ديالي، حيت غادي يبرد الحال وخاصني نفرش هذا، خاصني نفرش الزرابيات. سمحوا لي البنات إلا شهيتكم، كنعرفو حنايا مرة كنتوحشو هاد المريقة هادي اللي كتكون خاطرة بالخضيرة،
بخصوص مع هاد اللوبيا الناس راه كتجي واعره واعره واعره. انا بالحق انا شخصيا كتحمقني اللوبيا خضراء هكا طيبيها. هادي ماشي ديال لي بواط، ديال لي بواط الناس ما كتجيش زوينه، ما كتعجبنيش انا في الطياب، يعني نشحرها باش نطيبها هكا كمريقه ما كتعجبنيش. والمريقه هنايا ندير عمر البنات صافي. هذا هو غدا انا وعبد الرحيم اليوم، خاصني دابا نتغدى دغيا ونمشي ندير خدمتي. انا كنتمنى الفيديو ديالنا داكشي اللي قدمنا معكم، نتوما عارفين اخوتي كنبارطاجيو معكم كلشي، راكم خوتنا وحبابنا وصحابنا، كنلقاو فيكم كلشي. صافي انا غادي نسد معكم هنا هذا الفيديو هذا بطبيعه الحال. غنقول لكم اخوتي عافاكم، لايكات لايكات لايكي لنا هذا الفيديو هذا مزيان بطبيعه الحال، الا نال الاعجاب ديالكم، الكومونتيرات زوينه، البارطاج. وغادي نقول لكم سلام عليكم، خاصكم مهدوده، خاصني نتغدى نمشي نتكى واحد نص ساعه من با نص ساعه، وخاصني نمشي في حالي للخدمه. نهاركم مبروك ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.